وسهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم أطباقنا كتير مميزة. رح نبلش أول إشي بشوربة النودلز الحارة مع الدجاج. طبقنا الثاني رح يكون سلطة النودلز برضو على الطريقة الآسيوية. بالنسبة للطبق الرئيسي رح يكون دجاج سويت أند ساور مع النودلز أو الأرز زي ما بتحبوا. وبالنسبة لطبق الحلو رح نعمل فيه أكواب الليمون مع الكريمة. طبقنا الأخير رح يكون فكرة للسحور كالعادة، ورح تكون كرات اللحم على الطريقة الآسيوية. خلينا مع بعض نشوف مقادير شوربة النودلز الحارة، ونتلاقى كالعادة في الاستوديو لنبلش التحضير. هلأ رح نعمل شوربة آسيوية. هون في عنا مرق دجاج عم بيغلي على النار، رح ننزل عليه أول إشي الجزر لأنه الجزر بيطول ليستوي، ومقطع شرحات كتير رفيعة. منحاول إنه ما نبشره بشر، نقطعه تقطيعة رفيعة حتى يعني يكون أطيب شكله وأحلى بالشوربة. هلأ بعد ما يغلي الجزر شوي مع المرقة رح ننزل باقي المقادير. في عنا هون عصير ليمون، زيت سمسم، توم، زنجبيل، وكمان عنا سويت اند ساور صوص أو السويت شيلي صوص، وصويا صوص، وتوم. فكتير الوصفة بسيطة. بعدين رح نسكبها فوق نودلز. النودلز منحط كمية بسيطة في كل صحن تقديم، وبعدين منحط فوقه الشوربة. نقدر نحط هاي الخطوة على الطنجرة، بس رح تغلبنا لما بنسكبها، فيفضل إنه إحنا نحطهم بالصحون تبعون السكب وبعدين نحط الشوربة عليهم. هلأ بدنا نحط التوم والزنجبيل. وكمان الفلفل الحار. بدي أحط هلا قطع الدجاج المسلوقة عندي ومقطعة. ما بيكون فيها مقدار دجاج كتير كبير طبعا، لأنه هي الأساس نودلز يعني. بس بنحطهم يغلوا غلوة. وهلأ نبلش نحط بالصوصات اللي عنا. الصويا والسويت اند ساور صوص، سويت شيلي صوص يعني. نقطة صغيرة من زيت السمسم، اشي بسيط. وآخر شي مننزله الأعشاب. الأعشاب ما منحطهم بالأول حتى ما يدبلوا، ضل نحط هلأ عصير الليمون والشطة المجروشة. منحركهم منيح، منغطي على الشوربة حتى شوي تستوي عبين ما نسكب النودلز بالصحون. زي ما شفتوا ما حطيت ملح ولا حطيت فلفل، لأنه أصلاً الصويا مالحة وفيها يعني الشطة وهاي الأشياء والصوصات، فكتير غنية هي بدون ما نضيف لها أي توابل. ممكن نحط لها شوي من البصل الأخضر هلأ كمان يغلي معاها، والباقي للتزيين. هلأ بدنا نحط النودلز بصحون التقديم. زي ما قلنا بنقدر نحطهم يا أما جوا الطنجرة مع الشوربة يغلوا، يا أما بنحطهم وبنسكب فوقهم الشوربة. هلأ النودلز اللي مستخدمينهم هون هم الأيج نودلز اللي بيجي لونهم هيك عصفار، بيختلفوا عن الرايس نودلز اللي استخدمناهم قبل. فهدول بس منسقطهم على مي سخنة 4 لـ5 دقائق حتى يفكوا إذا كانوا ناشفين، وفي منهم برضو طازة بنباعوا إذا بدكم بدال اللي بيجي منشف. خلينا نحط كمية متساوية بالطبقين اللي عنا. هيك كفاية لأنه ما بدنا إياها تصير باستا، بدنا إياها تضلها شوربة، فهيك كفاية. خلينا نشوف شو وضع الحساء أو الشوربة اللي عنا. تمام، هاي الجزر بلش يطرى، ما منخليه يدبل كتير يعني، زاك يكون فيه قوام شوي وإحنا عم ناكلها. هلأ صار بنقدر نسكبها. نحطها
بنحط قطع الدجاج مع الجزر، الصوص اللي عندنا، هلا بتبلش كمان الباستا تشرب من الصلصة اللي عندنا، بتصير كتير السوب زاكية. بدنا نضيف آخر إشي كزبرة خضراء لسه ما ضفناها، دائما زاكي تضلها فريش على الصحن. كمان قطعتين دجاج هون. هلا نحط وراء من الكزبرة الخضراء. شوية بصل. نفس الشيء بالصحن الثاني. بصل أخضر. وهيك صارت جاهزة شوربتنا، شوربة نودلز مع الدجاج على الطريقة الآسيوية. عشان نضلنا بالأجواء الأسيوية رح نعمل هلأ سلطة على الطريقة الأسيوية، سلطة النودلز بس مع تتبيلة كتير طيبة. هون عندي نودلز نفسهم الأيج نودلز مسلوقين، ما بنسلقوا سلق كامل، يعني بتسقطوا على مي سخنة 5 دقائق. نحط عليهم برضو جزر مقطع شرحات رفيعة كتير حتى تكون متناسقة مع السلطة. فلفل أحمر، وأخضر، هلا بدي أحط شوية بصل أخضر جوا الخلطة والباقي للوجه، شوية شطة مجروشة هون. رح نعمل الصوص أو الدريسنج وبعدين نكمل السلطة. بالنسبة للصوص بدنا نحط كتير، فيه يعني فيه عدة مكونات. بدنا نبلش أول إشي بعصير الليمون. في عنا نوعين خل، خل عادي وخل أرز. خل الأرز تقدروا تلاقوه بكل السوبر ماركت، موجود في القسم الآسيوي، يعني سهل إنه إنكم تلاقوه، ما رح تتغلبوا فيه. فإذا الخل العادي وخل الأرز وعسل. هون عندي كمان زنجبيل طازج، كمية نحط كمية منيحة، والثوم برضو فرش مقطع. نقطة من زيت السمسم، يا المحمص الغامق يا الفاتح مش مشكلة، وصويا صوص. نخلط هاي المقادير كلها كتير منيح مع بعض. هلا بما انه فيها صويا صوص ما حنكتر ملح، بس رح احط رشة فلفل اسود ونقطة صغيرة ملح. نحط كمان شوي فلفل حار، اذا ما بتفضلوا انه يكون كتير حار بتقدروا تختصروا من الاشياء الحارة اللي زدناها. هلا بنوزع الدريسنج عليهم. إذن هلأ ضل بس إن نخلط هاي المواد كلها مع بعض بطريقة مظبوطة حتى النودلز تتشرب من الصلصة اللي عنا، كل الخضار تنخلط مظبوط.
ريحة خلي الرز مع زيت السمسم والصويا كتير زاكية. هلأ بدي أحط لها شوية فستق عبيد أو فستق فول سوداني محمص، والباقي رح نحطه كمان على الوجه لما نخلص. دايماً منضيفه بالآخر حتى ما يطرى معانا، بدنا إياه يضل كرانشي وفيه قرشة. رح أزيد كمان شوي صغير الفلفل الحار. وهيك سلطتنا صارت جاهزة إننا نسكبها وبعدين نزين بالآخر. خلينا نشرح هدول ونجيب صحن التقديم. هاي من السلطات اللي كل ما عملناها أبكر وحطيناها بالتلاجة بتصير أسكى، والدريسنج بتشرب بالنودلز. دائما سلطات الباستا أو البطاطا بنفضل إنهم يقعدوا فترة بالتلاجة. هلأ بنحط كل مقدار السلطة، نرجع نظبطهم شوي بالإيد هيك حتى نتأكد إنه الخضار موزعة صح. نرجع نحط كمان مرة فستق. نرجع نحط بصل أخضر. وهيك بتكون صارت سلطتنا، سلطة النودلز على الطريقة الأسيوية، جاهزة للتقديم. نحطها جنب الشوربة ونكمل وصفتنا. هلا بدنا نعمل وصفة التشيكن سويت اند ساور، وصفة كتير بناكلها بالمطاعم. رح نعملها بطريقة مبسطة مع انه خطواتها كتيرة. رح نبلش اول شيء بشوية زيت نباتي على النار، نحط كمية منيحة ومنبلش نقلي بالبصل اول اشي، بعدين رح ننزل له جزر وفليفلة ملونة، وبرضه رح ننزل دجاج هيك شكله. كيف وصل لهي النتيجة رح نحكي ورح نعمله قدامكم، بس رح أبلش بالأكلة بالعكس حتى نخلصها ونحطها على النار ونبلش بالدجاج. هلأ إذن نحط البصل، نقدر ننزل مع الجزر لأنه بياخد فترة طويلة. ودائماً برضه بالأكل الآسيوي ما نبالغ في تقلاية الخضار، يعني نخليها شوي بتقرش بتبقى أسكى. هلأ رح أحط الفلفل الملون، عنا أحمر وأخضر وأصفر برداني. منقلبهم برضه. هلا بنحط في هاي المرحله توم والزنجبيل، ما نزلتهم من الاول لانه ما بدي ينحرقوا. زنجبيل مقطع قطع شوي كبيره والثوم. وهلا رح نعمل هون الصوص او الصلصه، بتتكون من عصير الاناناس اللي بالمعلب، احنا ماخذين هون اناناس من المعلب وعصيره. هاي عصير الأناناس، ما رح أضيفه من الأول كله، خلينا نشوف إذا بدنا إياه.
بدنا نضيف له صويا صوص. رح أحط كل مقادير الصلصة هون. نشا سكر بني شوية مي وبرضه رح أحط عليهم الكاتشب حتى يعطينا هاي النكهة اللي منحسها وناكلها دايما في المطاعم. حركهم شوي صغيرة نتأكد إنه داب النشا مزبوط قبل ما نضيفه طبعا، لأنه ممكن بهاي الحالة يلزق بقاع الطنجرة وتخرب الأكلة كلها. ما رح أنزل الأناناس والجاج هلأ عشان ما بدي إياه ينهرس، بدي إياه يضله ماسك حاله. خلينا نحط شوية شطة كمان زاكي معاهم. هلأ بهاي المرحلة بلش الخضار تذبل معانا، ما بدنا إياها تذبل زيادة عن اللزوم. رح أنزل الصوص. وهلأ لازم نضلنا نحرك حتى يتسبك الصوص وينطبخ النشا بدون ما يكبتل. آخر شي رح ننزله طبعا هو الدجاج زي ما حكينا، وكمان الأناناس. هلأ كيف وصل الدجاج معانا لهذا المنظر أو لهذا الشكل؟ خليني أفرجيكم. بدي ألبس فوق لأنه دايماً الواحد لما يمسك جاج لازم يكونوا إيديه يعني حاطين كفوف حتى ما ننقل التلوث لإشي تاني. هلأ هون في عندي صدور الدجاج مقطعة هيك، بدنا ناخد صحن نظيف. بس خلوني أول أشوف أطمن على الأكلة كتير منيحة. رح أنزل عليها هلأ الدجاج والأناناس وننتقل لخطوة الدجاج. ننزلهم شوي شوي حتى ما نخرب الباتر اللي عملناه اللي هو التغليفة اللي جاي مغلفة الدجاج. خلينا نحركهم شوي ونضيف هلأ قطع الأناناس، هاي رح تعطيها كمان النكهة السويت اند ساور. نحرك شوي شوي، خلينا نوطي النار على الآخر، نحركهم مزبوط. شوفوا ما أحلى ألوانها، أكلة عن جد زاكية. طال بس نضيف لها بالآخر البصل الأخضر. هلأ نحكي عن الدجاج. الدجاج اللي عندنا هون مقطع لقطع مكعبات، نحطه بصحن ومنضيف له. هي شوي بتختلف عن التغليفة المتعارف عليها، في ناس بحطوا بيضة، أنا ما بحط بيض أبداً، بحط نشا وبحط طحين شوية مي صويا صوص وبيكنج باودر. هاي الصويا صوص وهي البيكنج باودر، رشة صغيرة فلفل أسود. بخلطهم مع بعض كتير منيح، بتأكد إنه تغلف الدجاج مظبوط. وبعدين لازم أنقعهم بالتلاجة شوي، بحطهم أبو ساعة بالتلاجة وبعدين بقليهم بالزيت الغزير لحتى يطلع عنا المنظر اللي شفتوه هلأ. فإذا هاي هي تغليفة الدجاج، نتركها فيها هيك ساعة بالتلاجة. هلأ خلينا نشلح الكفوف ونودي هاي على التلاجة ونكمل أكلتنا. هيك الصوص صارت معي ممتازة، طلعوا كيف تسبكت. دائما بالأكل الصيني ما نكتر سوائل، يعني ما نعملها مرقة زي الطبيخ العربي، لازم تكون هيك ملزقة كلها ومدبقة جاهزة. رح نطفي النار ونحط رشة من البصل الأخضر، خلي هدول للوش. وهلأ نسكبها مع الرز اللي عاملينه، عاملين جنبها رز أبيض وحاطين عليه شوية بصل أخضر.
إذا هيك كمان شفنا كيف طريقة الدجاج سويت أند ساور. دائما في أكلات تؤكل بالمطاعم كتير بنسأل عنها، هاي منها. كمان عنا الكانك باو تشيكن كتير بنسأل عنه. فكل شيء ممكن ينعمل بالبيت إذا اتبعنا المقادير الصحيحة وعملناها بطريقة مبسطة. حتى اللي ما بحب نكهة الحلو مع المالح كتير، مش كتير قوية هون. أوكي مزبوط فيها عصير أناناس وأناناس، بس كمان الصويا والكاتشب وهيك يعني وازنوا الطعم. نقدر نقدم هاي الأكلة جنب النودلز أو الأرز، بس بما إن عملنا اليوم سلطة نودلز ونودلز بالشوربة قلنا خلينا نقدمها مع رز أبيض. قطع الدجاج تكون مبينة، وهيك صارت أكلتنا السويت أند ساور تشيكن جاهزة، رح نحطها مع الأرز. هلأ رح نعمل نوع حلويات كتير سهل وبسيط، اللي هو خلينا نسميه أكواب الليمون، بشبه كتير فطيرة الليمون أو الكي لايم باي. هلأ الكي لايم باي عادة بنعمل بعصير اللايم، إذا مش موجود عصير ليمون رح نستخدم ليمون عادي. هون عنا جبنة كريمية اللي بنستخدمها للتشيز كيك، لازم تكون الجبنة بحرارة الغرفة، يعني ما بصير تكون باردة كتير حتى ما تكبتل معانا وقت الشغل. بدي أحط عليها حليب مكثف محلى اللي بيجي بالعلب، وبدي أحط كمان عليها شوية فانيلا وبرش ليمون. هلأ رح أخلطهم، وأنا عم بخلط رح أنزل عصير الليمون. ضل أضيف شغلة واحدة اللي هي الكريمة. الكريمة يا أما بتكونوا خفقينها شوي وحاطينها، يا أما وهي سائلة برضو بزبط، يعني ما بتفرق. هون تقريبا ربع كوب من الكريمة. خلطتنا صارت جاهزة، الوصفة كتير بسيطة. هلأ يفضل إن ندخل هاي الخلطة شوي على التلاجة، أو إن نحطها بالأكواب وندخلها على التلاجة. نعمل شوية أكواب مع بسكوت وزبدة زي ما بنعمل التشيز كيك، بعدين ندخلهم تلاجة، وأكيد محضرين لكم من قبل. خلينا نشيل هدول ونبلش نحضر فيهم. هلأ هون عنا عادي أكواب، بتقدروا تستخدموا أي حجم أنتوا حابينه. نحط فيهم شوي من البسكوت، هذا البسكوت عنا 250 جرام من البسكوت القمح، حاطين معاه 100 جرام من الزبدة زي ما بنعمل التشيز كيك بالضبط. نحط مقدار معلقة، وبدنا نضغط عليها شوي صغيرة حتى تثبت في قاعدة الكوب بهذه الطريقة. هلأ نفس الخلطة هاي أنا محضرتها بكيس للسهولة حتى أحطها بالأكواب.
دائما اسهل ان نوزعهم بهاي الطريقه. بنخلي شوي للتزيين لانه بنرجع نزين الكوب من فوق. بكفي هي ثلاثة. هلأ يفضل إنه هاي الخلطة تدخل على تلاجة تقريبا ساعتين أو ثلاثة قبل التقديم. إحنا محضرين هون كمية منهم، بس بدنا نزينهم بشوية برش ليمون، شوية كريمة مخفوقة حتى نعمل شكلهم شوي أحلى. خلينا نحط البورد، نحط عليه الأكواب. نشيل هدول الزيادة عشان أفرجيكم كيف نزينهم. هلأ بدنا ناخد شوي من الكريمة المخفوقة. بدي أزين مع إنه نفس اللون، فبدي أكسر شوي. رح أحط شوي من برش الليمون حتى أكسر البياض وما يكون أبيض فوق أبيض. إذن هون عنا شوي من برش الليمون وعملته بشكل شوي كبير حتى يكون مبين، ما تكتروا كتير حتى ما يطلع طعمته على مرار بالأكواب. أوكي، هلأ رح أحط بس إشي بسيط من الكريمة بالوسط. وبعدين نرجع نحط نقطة برش فوق كل خفقة من الكريمة اللي حطيناها حتى نرجع برضو نكسر اللون مرة تانية. كتير دائما بيهمني أنا اللون يكون يعني مش أبيض على أبيض أو أخضر على أخضر، ننتبه لهاي الأشياء. هلأ هاي كفاية، هيك صار شكلهم حلو. بدي أحط بس شوية حبات فراولة بيناتهم، هيك بطلع اللون تمام. أكواب الليمون بالكريمة صاروا جاهزين، إن شاء الله إنكم تجربوا الوصفة وتعجبكم. هلأ بدنا نعمل نوع مقبلات كتير طيب اللي هو كرات اللحم على الطريقة الآسيوية. هون حاطين مي، بدي أحط كل المكونات مع بعض وأحطها على النار. عندي سويت أند ساور صوص، صويا صوص، شوية زيت. رح أحط حتى الثوم والزنجبيل هون. نقدر نحط لهم شوية زيت سمسم بالآخر إذا منحب. وآخر شي بدنا نحطه النشا، معلقة كبيرة، وكاتشب. دائما الأكلات الآسيوية بحب أخلط مقادير الصلصة لحال، لأنه بدل ما أدوب نشا بمي وأرجع أحطه على الصوص وبعدين بنحطه مرة واحدة بسخن بسرعة. نتأكد إنه النشا كله داب قبل ما نحط الصوص على النار. هلا بدي اسخن الطنجره عشان تكون جاهزه كمان. ما بتاخذ دقيقتين، يعني بنحطها على النار وبنخلي عيننا عليها، بتكون صارت خالصه خلال 3 لأربع دقائق. بس بدنا النشا ينطبخ ويعني يبطل طعمته نيه. هلا بنحط الصوص مع التحريك المستمر. هي صلصة سميكة بتكون، ما بتكون خفيفة. بنحرك، نقدر نحط لها رشة فلفل أسود. بنضلنا نحرك ليشد معانا.
هلا بالنسبه لكرات اللحم اللي بدنا نعملهم، في عندكم عده خيارات، يا اما بتقدروا تقلوهم او تشوهم بالفرن. صراحه الشوي اطيب، وبعدين رح نغزهم باعواد خشبيه ونقدم الصوص جنبهم كديبينج صوص، يعني نوع مقبلات. هي بلشت تسمك الصوص معانا طبعا لانه فيها نشا والمي فيها قليله. هيك صار وضعها كتير منيح. رح أطفي عليها لأنه هلأ بس أطفي عليها رح تضلها تشد، ما بدي إياها تصير سميكة كتير. صلصتنا صارت جاهزة، هلأ بدنا ننتقل لكرات اللحم. هلأ بالنسبة لكرات اللحم، هون عنا لحمة عجل، طبعا يفضل عجل، بدنا نحط عليها شوية فلفل أسود. نلبس عشان نشتغل بإيدينا. بالنسبة للأشياء التانية رح تدخل، رح نحط خبز توست منزوع الحواف، شايلين حوافه، بدنا ننقعه شوي بالحليب، هذا برضو بيطري الميت بولز، بنخليهم شوي صغيرة منقوعين بهاي الطريقة حتى يطرى معانا الخبز. هلأ برضو بدي أحط شوية ثوم وزنجبيل هون مخلوطين مع بعض بالخلطة. ما رح أحط بصل، رح أحط بصل أخضر، شوية ملح صغيرة، ما نكتر لأنه الصوص مالح، ومعلقتين أو أقل شوي من الزيت النباتي. بدي أخلط هاي المقادير كلها مع بعض. وهلا بدي اشوف اذا التوست طري، هيو بلش هيك يطرى معانا، بنضيف شوي منه للمقدار اللي عنا. دائما قطعتين التوست يعني بيناسبوا انهم نحط له مثلا كيلو لحمه، هون بما انه عنا اقل رح يعني بس احط قطعه واحده. نخلط المقادير كتير منيح. وهلا بنشكل الكرات، ويا اما بنشويهم يا اما بنقليهم. رح احطهم انا بصينيه للشوي للفرن، نقدر نعملهم باي حجم انتم بتحبوه، بس كي يكونوا شوي كبار مش كتير صغار، يعني متوسطين، بس كمان لانهم مقبلات مش يكونوا كتير كبار. اذا هيك الحجم عنا ممتاز. ندهن بس شوية زيت نباتي تحت حتى نضمن ما يلزقوا. ومندخلهم على فرن حرارته 180 درجة لمدة ربع ساعة. ما تنشفوهم كتير لأنه طبعا لحمة العجل بتشد وبتصير كتير قاسية، وما في داعي يعني أكتر من ربع ساعة ما في داعي. هلأ منضلنا نعمل هاي الخطوة ومندخلهم على الفرن. أنا هون محضرة كرات لحم، رح أبلش أحضر بالوصفة وأخلص فيها. هلأ بدنا نبلش نحضر بصحن التقديم. بدنا نحط الكرات، وبالنص رح نحط الصلصة اللي طبخناها. طبعاً بتقدروا إنكم تحطوا الكرات بالصوص، بس إحنا يعني هيك عشان تكون أبيتايزر أو نوع مقبلات رح نعملها بهاي الطريقة. خلينا نجيب مثلاً هدول الأعواد الخشبية، نحط قطع اللحم بهاي الطريقة. وهدول عادي لو بردوا يعني يقدموا كمقبلات زاكين. بتقدروا إيش تعملوا؟ بتقدروا إذا قبل التقديم مثلا بردوا كتير إنكم تسخنوا بس الصلصة، فهيك بطلع تمام الوضع. تيجي لها هون كمان واحدة. خلينا نكملهم. ممكن لو طبخناها مع الصوص تصير طبخة مثلا، نضيف لها شوية خضار ونقدم جنبها رز كمان،
يعني نحط لها شوية جزر، فلفل ملون، هلا بدنا نشوف الصوص. حط واحدة حمرة هون، ما طلع ولا واحدة حمرة، نبدلها هاي مع هاي عشان نلون. صح، اوكي. هلا بدنا نحط الصلصة بالنص. هي باردة فقادرة امسكها، ولا كان اكيد بنشلح الكفة، بس باردة الطنجرة. نحط صوص التغميس بالوسط، ومنقدر كمان نرجع نزين الصوص نفسها بشوية بصل، شوية هون حاطين رمان بس للمنظر مش أكتر، سمسم محمص، ممكن نرش شوية سمسم، بصل أخضر، حبات الرمان بين اللحمة حتى تلونها، وهيك صارت المقبلات الآسيوية عنا جاهزة، كرات اللحم مع الصلصة. وهيك المنيو صار جاهز معنا لليوم. عملنا أول إشي شوربة نودلز الدجاج وسلطة النودلز، دجاج سويت أند ساور، أكواب الليمون مع البسكوت، وآخر شي كرات اللحم مع الصلصة. لاقونا بكرة في نفس الموعد مع وصفات جديدة. إلى اللقاء.